السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب. النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الفستان بتاعنا. هو أنا خلصت كده حوالي 12 دور من الفستان، عملنا 6 فوق وعملنا 12 دور من تحت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نكمل بقى الحزام وبقية الفستان. انا هنا عملت في الفستان اللي هو ديل الفستان، عملت له شكل زخرفي زي ما احنا شايفين. هوريكم ازاي احنا بنعمله. طبعا انتي ليك الحرية ان انتي يا اما تسيبيه سادة زي كده، زي الشكل اللي ورا كده، ممكن تسيبيه سادة من غير اي حاجة، ممكن تحطيله شكل من قدام بالشكل ده. طبعا هنعمل الحزام دلوقتي، ممكن تعمله شكل زخرفي من قدام كده مع الحزام، وممكن تسيبيه سادة بالشكل ده، او ممكن تعملي له الشكل اللي احنا عاملينه في الفستان بالشكل ده، وهوريكم ازاي بنشتغل. انا بجيب الخيط، انا عندي الفستان لونه بنفسجي والخيط لونه بامبا، فهاجي في الصدفة نفسها، في الجزء البارز ده، وهجيب الخيط واربطه، بعدين ادخل من جوه الصدفة وارتفع سلسلتين، واحد اتنين، وبعدين في الصدفة اللي قبلها هنا في المكان ده هدخل تحتيها واخد الخيط بالشكل ده وادخل في المنزلقة تاني. انا هنا عملت سلسلتين في المكان ده بالظبط، هدخل الإبرة من تحتيها بالشكل ده واسحب الخيط عشان ادخل منزلق بالشكل ده. وهرتفع سلسلتين تاني واعمل نفس الشغل في الصدفة اللي قبلها، بنزل من تحتها وباخد الخيط بجره معايا لجوه عشان اخده منزلقة في الحلقة اللي معايا، وارتفع سلسلتين ونفس الشغل، بنزل تحت الصدفة في نص الصدفة ما بين العمودين دول والعمودين دول من تحتيها، واروح واخده الخيط وداخله منزلق بالشكل ده، ارتفع سلسلتين وادخل تحت الصدفة واسحب الخيط واخرج منزلق، ارتفع سلسلتين وادخل تحت الصدفة واسحب الخيط واخرج منزلق تاني، ارتفع سلسلتين واحد اتنين، وانزل تحت الصدفة اسحب الخيط واخرج بمنزلق، وهكذا واحد اتنين، وادخل تحت المنزلق الصدفة واخد الخيط منزلق، وارتفع سلسلتين
وادخل تحت الصدفة، اسحب الخيط واخد منزلقة، ارتفع سلسلتين وانزل تحت الصدفة اخد منزلقة، واحد اتنين وانزل تحت الصدفة واخد منزلقة، وهكذا لغاية المكان ده اللي هو بداية نهاية المربعات اللي عندي. أنا عندي 4 صفوف من المربعات في آخر صف في المربعات بالنسبة لي. أشتغل زي ما أنا كنت شغالة بالظبط كده، أنزل تحت الصدفة وأخد منزلقة، 2 سلسلة وأنزل تحت الصدفة اخد منزلقة، ارتفع سلسلتين دي اخر منزلقة بالنسبة لي، وبعدين اخد سلسلة واحدة واقص الخيط بتاعي بتبقى بالشكل ده. تبقى بالشكل ده معايا. طبعا بخيط الخيط، النهايات اللي عندي بنضفه، بدخل من جوه وامشي في الخيط البمبة من جوه من خلال الشغل، بالشكل ده بتبقى معايا كده، واجي اعمل الفيونكة بتاعتي. انا بعمل فيونكة واسيب مكان، اعمل فيونكة واسيب مكان، اعمل فيونكة واسيب مكان بالشكل ده. هنشوف هنعمل الفيونكة ازاي. بعمل الحلقة السحرية بتاعتي بالشكل ده، كأني هعمل سلاسل بس ما بعملش سلاسل، بسيب الحلقة زي ما هي. تاني بلف الخيط بالشكل ده، بلف الخيط بالشكل ده وارتفع 3 سلاسل، واحد اتنين ثلاثة، واحد اتنين ثلاثة، وعمود جنبه ادي كده 2، ثلاثة، 4، انا كده عملت 4 عواميد. هعمل 3 سلاسل، واحد اتنين ثلاثة، وهدخل في الفضة ده واعمل منزلقة،
بالشكل ده، وهرتفع كمان 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل اخد العواميد 2 3 4 5. انا عملت هنا 5 والناحية التانية عملت 4 زائد 3 سلاسل يبقى 5. ادي 1 2 3 4 5، وهنا عملت 5، هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، يبقى عندي كده 6 عواميد. وهنزل في الفراغ واخد منزلقة وارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، واقفل في منزلقة في 3 سلسلة عندي بالشكل ده، وارتفع 1 سلسلة واقص الخيط، يبقى المجموع عندي 6 عواميد هنا و6 عواميد هنا. بلف الخيط على الفيونكة بالشكل ده واضغط عليه، بالشكل ده واجيب الابرة لو حابة تعملي الفيونكات من نفس لون الفستان ليكي الاختيار، ولو مش عايزة تعملي الفيونكات خالص برضو الاختيار ليكي. انا كده ثبت الخيط، هنضف الخيط اللي في الفيونكة، واخيط خياطة عادية خالص في ديل الفستان، وبيبقى الفستان بالشكل ده. عايزة تعملي الفستان كله بالطريقة دي براحتك، ليك الحرية ان انت تعمليه كله، وليك الحرية ان انت تسيبيه سادة من غير اي فيونكات ولا العواميد اللي احنا عاملينها دي، ده يرجع ليكي. عايزة تسيبيه نص قدام ونص ورا، يعني الشغل يبقى امامي وورا يبقى سادة، برضو ليك الحرية زي ما احنا عاملينه كده. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الحزام بتاع الفستان، نجيب الستان ونيجي. انا هنا جبت الستان وهبتدي ان انا ادخل الستان من خلال المربعات اللي انا عملتها. انا عاملة 4 ادوار، شغلي كله في اول دور
ورابع دور. نبتدي. انا عندي العمود الاولاني بدخل فيه الستان بالشكل ده، وشه لتحت، زي ما احنا شايفين. وبعدين هشتغل في نفس الصف بتاعه بالشكل ده، وهيبقى وشه لفوق زي ما انا بعمل كده. بيبقى بالشكل ده. تاني، في العمود الاولاني بدخل الستان بين العمود، وشه لتحت، يبقى بالطريقة دي. تاني، العمود اللي بعده بدخل الستان وبيبقى وشه لتحت، بالشكل ده. وفي العمود اللي تحته بعمل الستان، بدخله من تحت بس هيبقى وشه لفوق، بالشكل ده. وكرر. تاني، بالشكل ده. العمود اللي تحته اللي هو في الدور الرابع تاني، العمود اللي بعده بدخل الستان من تحت العمود بلفة بس وشه لتحت، وفي نفس الصف بتاع العمود اجي عند العمود اللي تحتيه واجيب الستان من تحت العمود بلفة، بس الستانة هتبص لفوق، بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. نسيت اقول لكم على حاجة، ان لما الخيط الستان بتاعي يخلص من هنا بالشكل ده ويبقى طويل من الناحية دي، احاول ان انا اطول الناحية دي من هنا كده، بمرر الستان بالشكل ده كده عشان اطول الناحية التانية بالشكل ده كده. لغاية ما اوصل للمكان الخيط والستان القصير ويطول معايا.
بالشكل ده، هو كده طول معايا، بطول من المكان ده، اكمل وارجع لكم. انا كده خلصت بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بدخلها في المكان اللي هي نهاية الستان عندي، بدخلها من جوه بالشكل ده. اخر حاجة عندي، يا اما بتربطيها يا اما بتخيطيها. خيطيهم الاثنين في بعض، بتبقى بالشكل ده كده. طبعا قلت لك لو انت عايزه ان انت تخليه ساده خالص وبيبقى بالحزام بس، مفيش مشكله، ممكن تحطي له شكل جمالي بروش او اي حاجه. بيبقى بالشكل ده، ليك الحرية. او يا اما زي ما احنا عاملينه بالشكل ده كده، وبتجيبي فيونكة وبتحطيها، ممكن انت تعمليها وممكن تشتريها. فيونكة بتتحط على الحزام بالشكل ده بالمنظر ده، يا اما بتخيطيها او بتلزقيها، وبكده يكون الفستان بتاعنا خلص بالمنظر ده. ده بيلبس من 6 شهور لسنة. انا هنا عملت 6 ادوار، 6 ادوار غرزة الصدفة، وعملت تحت 12 دور. طبعا انا ما بحسبش الدور الاولاني ان انا اللي قمت بيه، اللي هو في الصدفة الصغيرة اللي هي عمود سلسلة عمود، انا ما بحسبوش، انا بحسب من بعده الصدفة اللي انا عملتها. انا عملت 12 صف من من الصدفة، 12 صف من الصدفة، وبكده يكون الفستان بتاعنا انتهى وخلص. شكله جميل جدا، واتمنى ان يكون الفستان عجبكم وشغله عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا له اشتراك في تعملوا لي اشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله، ويوصل لكم ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناة يوتيوب مع مدام سهام البنهاوي. مع السلامة.